رجل في إيران كان يأتي فوق المنبر خطيب، ما كان يقول إلا 6 كلمات فقط: السلام عليك يا أبا عبد الله. 6 كلمات، وإذا بالمجلس كل يضج بالبكاء. عجيب حقيقة هذا التأثير. سألوه شنو السر في ذلك؟ قال: في الواقع أنا كنت في أيام شبابي في كاشان في ليلة 10 من المحرم، ذهبت وقرأت وعدت إلى بيتي في منتصف الليل، حوالي منتصف الليل، منهك متعب. جاءني شخص، شيخنا أو سيدنا، أكو مجلس في بيتنا، تعال إلى هذا المجلس. قلت: أنا متعب ما أقدر، توسل بي. يقول: إجيت إلى بيته، شفت أي واحد ماكو، هو واحدة صاحب البيت، أي واحد ماكو، واضع كرسي. قلت: تفضل. قلت: لمن أقرأ؟ قال: اقرأ لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فيقول: أنا مصعدت فوق المنبر وبدأت كلامي بقولي: السلام عليك يا أبا عبد الله، وإذا بي أسمع صوت بكاء نساء. يقول: ماكو نساء في المجلس، ولكن أسمع صوت بكاء. تغيرت حالتي ونزلت من المنبر وذهبت إلى البيت. في تلك الليلة رأيت في المنام قائلا يقول لي: إن السيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كانت حاضرة في ذلك المجلس. ومنذ ذلك اليوم بمجرد ما أقول السلام عليك يا أبا عبد الله أجد هذا التأثير في النفوس المؤمنة. الحقيقة هذه الأشياء كلها منظورة إلهم، إذا هم ما يحضرون بأنفسهم فهي منظورة لهم. إني والله الإمام صلوات الله عليه يقول: لأحب تلك المجالس، يحبونها. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا.